محاضرة بعنوان الميكانيك التحليلي، الفصل الأول، الجزء الأول، ديناميكية أنظمة الجسيمات. كمثال على الديناميك، تأثير القمر على الأمواج البحر. مثال آخر وهو العلاقات بين مجموعة من الأصدقاء. موضوع آخر ربما يكون فيزيك بصورة عامة أو اقتصادي أو اجتماعي. التغيرات التي تحدث خاصة في الآلات الموسيقية تعتبر ديناميك. أمثلة أخرى وهو دراسة حركة الرياح، تحليل الديناميكي لحركة الأجسام لتأثر مجالات خارجية، حركة البراونية. عندنا أيضا الموضوع الطيران أيضا يعتبر ديناميك. ديناميك الفلويد، حركة المواد ديناميك. الموليكولر ديناميك هو دراسة حركة الجزيئات ومستوياتها والذرات فيما بيناتها. أيضا عندنا ديناميكية المدارات اللي دراسة حركة الصواريخ. وعندنا أيضا الكوانتم الكترودينامك ثيوري أوف ذا سترونج انتراكشن. وكذلك موضوع آخر وهو الكوانتم الكترودينامك اللي يوصف المادة والضوء والعلاقة بينهما. أيضا الديناميك النسبي اللي هو يمثل حالة من النسبية ومبادئ الكم. أيضا ديناميكية المجرات، وأيضا ديناميكية آخر هو سلوك الأنظمة المعقدة، حركة السيارة بصورة عامة كسيستم يعتبر ديناميك دراسته. كذلك الثرموديناميك هو دراسة العلاقة بين الحرارة والطاقة الميكانيكية. مقدمة بسيطة، مركز الكتلة والزخم الخطي لنظام معين. النظام يتكون من جسيمات لها كتلة M1 M2 إلى N من الجسيمات كمثال، والتي راح يقابلها مواقع لكل جسيم M1 اللي هو موقع R1 M2 R2 و M sub N R sub N كما نلاحظ بالشكل. سنتر اوف ماس لهذا النظام في نقطة معينة كما نلاحظها في هذا المكان. يمكن استخدام العلاقة الرياضية لتحديد السنتر اوف ماس لمجموعة من الجسيمات، على اعتبار ان الجزء العلوي البسط راح يمثل سميشن للكتل والمواقع، والجزء المقام راح يمثل الكتلة الكلية. بعد تحديد السنتر اوف ماس اللي يمثل بالار، ايضا سنتر اوف ماس يكون من ثلاث مركبات، اكس سب سي ام يعني المركبة اكس تمثل مسقط السنتر اوف ماس على المحور اكس، وايضا اخر للواي واخر للزت. الزخم الزاوي لنظام معين كمتجه يمثل مجموع العزم القصور الذاتي الخطي للجسيمات المتشعبة أو لتكون النظام معين. بصورة عامة عندما يكون عندنا نظام وتكون جسيمات، عندما تكون عملية دراسته دائما يبدأ في موضوع مركز الكتلة على اعتبار كرفرنس لهذه الجسيمات. الزخم راح يتكون بالشكل الآتي، راح يمثل سميشن على الزخم كل جسيم على عدة، على اعتبار أن الزخم كل جسيم راح يتمثل بكتلة الجسيم وسرعة الجسيم ضمن السيستم. مع ملاحظة مجرد نوتيشن أن السرعة بعض الأحيان يستخدم R وعلى دوت إشارة إلى المشتقة للزمن. لذلك بصورة عامة راح يكون الزخم النظام يمثل الكتلة الكلية في السرعة center of mass أو سرعة مركز الكتلة. عند افتراض وجود قوة خارجية F1 F2 على جسيمات M1 M2 M3 وصل إلى MN، فالعلاقة الرياضية راح تمثل تأثير على كل جسيم. على سبيل المثال الجسيم I، القوة المؤثرة الجسيم I بالإضافة إلى أكو وجود قوة هي أشبه بقوة متبادلة بين الجسيمات، أيضا
راح نسوي سميشن عليها حتى تشمل جميع هذه التيترات نسبة للجسيم اي، يعني الجسيم جي 1 الى ان سميشن كامل لجميع الجسيمات حتى نحسب تأثير الجسيمات الاخرى على الجسيم اللي هو قيد الدراسة، بالاضافة الى الحد الاول راح يمثل القوة المسلطة على هذا الجسيم. بالنتيجة مجموع هذه القوة راح يمثل محصلة قوة حسب قانون نيوتن، فراح يمثل القوة حتمثل كتلة الجسيم في التعجيل الخاص بذلك الجسيم. بمعنى آخر تغير الزخم لذلك الجسيم أو البارتكل مع الزمن. مع ملاحظة في خصوص السميشن، الاعتبار خلال عملية السميشن هنالك يحدث انه الجسيم راح يتاثر مع نفسه، وهذا غير ممكن، لذلك يعتبر ضمنيا ضمن السميشن هنا راح يصير عندنا حاله عندما يكون الاي جي متساوي راح يساوي صفر، اعتبار الجسيم ما ياثر على نفسه او تاثير على نفسه صفر. بذلك المعادله راح تاخذ شكل اخر، حيث نلاحظ السميشن اضفنا سميشن عام حتى يشمل جميع الجسيمات للغرض الحصول على الزخم الكلي للجسيمات، على اعتبار المعادله الاولى كانت تضمن الاف سب اي وهي تاثير القوه على الجسيم اي، مع وجود السميشن راح نقوم عمليه حساب القوه على جميع الاجسام الموجوده في النظام لموضوع القيد الدراسي. مع ملاحظه بان القوه عندما تكون اي سب جي معناها القوه بين الاي والقوه والبارتكل ام اي والبارتكل ام جي، فمن سير العكس نضع السالب باعتبارها القوة اتجاهية، لذلك العكس سيكون مجرد نفس المقدار ولكن باتجاه 180 درجة، ويمثل طبعا القانون الحركة ورد الفعل. الحد الثاني ويمثل دبل سميشن، هذا الحد راح يختفي بسبب عدم وجود قوى بين الجسيمات، يعني في حال عدم وجود قوى بين الجسيمات اذا هذا الحد راح صفر، او بسبب ان بعض القوى راح يعني محصلة القوى بيناتهم راح يساوي صفر. لذلك المعادلة راح تاخذ الشكل الاخر النهائي وهو سميشن على القوى المؤثرة على الجسيمات، تبقى جسيم اي سميشن مثل الجسيمات كلها، انا طبعا المفروض نحط ان، راح نحصل على الزخم الكلي اللي راح نستخدم بصيغه اخرى بانه الزخم مشتقه الزخم او تغيره مع الزمن، اللي راح يمثل لنا بصيغه اخرى راح يمثل كتله السيستم ومضروبه بتعجيل السنتر اوف ماس، يعني كتله السيستم الموجود مضروب في تعجيل مركز الكتله، على اعتبار مركز الكتله راح يمثل حركه مركز الكتله، هو يمثل يعني هو يكون نقطه الدراسه او تعجيل الخاص مو بالجسيمات، التعجيل الخاص بمركز الكتله، كانما ممكن استغناء عن الجسيمات ككل ونمثلها بكتله كليه ام وبتعجيل يمثل حركه مركز الكتله. بكلمه اخرى فان التعجيل لمركز الكتله لهذه النظام تكون جسيمات هو مشابه الى جسيم مفرد له كتله مكافئه الام، والنظام باتجاه تحت تأثير مجموعة من القوة. بمعنى آخر احنا فرضنا عندنا نظام الكتل، ولكن لو كنا نتحدث عن جسم صلد فكأنما الكتل راح فريزنج بمكانها تكون يبقى بمكانها ثابت، كأنما نتخيل انه هذه الكتل موجودة اذا اعتبرنا السنتر اوف ماس هي مركز الكتلة، كأنما عندنا كرة صلدة ونمثل هذه الكرة بنقطة بمركز الكتلة، هو يمثل سنتر اوف ماس لهذه الكتلة. مثال اخر عندما هو على بمركز الكتلة، موضوع مركز الكتلة اشبه بحركة سلب من الاجسام في مجال الجذب الارضي. لكل جسيم ضمن المجال الجذب الارضي حسب قانون نيوتن، والاعتبار تحت تأثير قوة، افترضنا بأن قوة يونيفورم قوة
متجانسة بسبب المجال الجذب الأرضي gravitational field. فهذه القوة بسبب راح يكون التعجيل ياخذ تعجيل أرضي 9.8. بمعنى آخر أن القوة راح تأثر على البارتيكل اف اي هي كتلته مضروب بالتعجيل الأرضي. أيضا إذا تسوي سميشن حتى نسب جميع الكتل فراح تأخذ صيغة أخرى، لذلك يكون بالنتيجة اعتبارنا التعجيل لجميع الكتل هو نفسه. طبعا احنا قاعد نتحدث عن الكرة الأرضية على سبيل المثال أو نفس الفيلد وهو الجذب على سبيل المثال، لذلك انه يصير كونستانت ويصير السميشن فقط حصرا على مجموع الكتل وعلى حصول الكتلة الكتلية. كأنما النظام تحول من نظام متعدد جسيمات إلى هذه الجسيمات نختزلها بجسيم واحد كبير صلد كتل تام. بمعنى آخر بأن هذا النظام اللي تحدثنا عنه راح يمتلك تعجيل لمركز الكتلة هو نفسه التعجيل الأرضي، كأنما مركز كتلة هذه الجسيمات جاي يتحرك بتعجيل أرضي. وهو مشابه لمعادلة جسيم أو مقذوف. عندما يكون لا يوجد مجال خارجي على النظام، بمعنى آخر أن مجموع القوى يساوينا صفر. ربما يصير سؤال بأنه صحيح إذا ما أن الأف سب آي هو يمثل القوى المسلطة على البارتيكل أف، ولكن إحنا عندنا سميشن. إحنا افترضنا بهذا المثال بأن يصير القوى تحت تأثير قوة واحدة باتجاه واحد. طبعا بالتأكيد أكو أكثر من قوة راح ما يساوي صفر، لكن الآن لو نفرض بأن القوة الخارجية لا توجد قوة خارجية تأثر على الجسم أو على السيستم، لذلك فإن تعجيل مركز الكتلة يساوي صفر. يساوي صفر بمعنى آخر بأن السرعة كونستانت، لأن السرعة عندما تشتق مع الزمن إذا أنت الصفر معنى الجسم ما جاي يتعجل، جاي يتحرك بسرعة ثابتة في السنتر. إذا كان يتحرك بسرعة ثابتة هذه السرعة الثابتة ربما صفر ربما رقم معين، بمعنى آخر أن هذا البارتكل جاي يتحرك ليس تحت تأثير مجال خارجي، مجرد حركة حسب قانون نيوتن الأول أن الجسيمات تبقى على حالة سواء من السكون أو حركة ما يؤثر على تأثير خارجي. الموضوع اللينير مومنتوم الزخم الخطي لهذا النظام سيبقى ثابت على اعتبار أن السرعة ثابتة، لذلك السميشن لزخوم جميع الجسيمات تكون السيستم راح يساوي أو ينتهي نتيجة بأنه يمثل الزخم الكلي للنظام، وراح يساوي الكتلة أو الكتلة الفعالة أو مجموع الكتل مضروب بسرعة السنتر لهذا النظام. كمثال توضيحي، في مرحلة من مسار صاروخ باليستي طبعا كتلته M راح ينشطر إلى ثلاث أجزاء وإلى كتل، كل منها يمتلك نفس المقدار من الكتلة، يعني كل واحد كل جسيم من هذه القطع الثلاثة اللي انشطرت راح يمثل كتلته M على ثلاثة. راح تستمر أحد هذه الشرائح بسرعة ابتدائية تبلغ نصف سرعة الجسيم الابتدائية للصاروخ قبل الانقسام، يعني واحدة من البارتكل راح تمتلك سرعة نصف سرعة الجسيم قبل الانفصال أو الانشطار. تنقسم القطعتان الأخريتان بزاوية قائمة مع بعضهما، بمعنى آخر هناك جسيم راح ينتقل للأمام نفس اتجاه الحركة، وجسيمين راح يتحركون باتجاه ليس عمودي ولكن بزاوية 45 باتجاه الشمال أو بالشرق و 45 باتجاه الغرب. من ننظر للسؤال حتى نحدد أنه شنو موجود بالسؤال، نلاحظ عبارة بأن جسيم سرعة الجسيم الأول اللي راح يتحرك بصورة مباشرة راح يمتلك نصف سرعة الابتدائية للجسيم قبل الانشطار. النقطة الثانية ان الجسيم الثاني والثالث راح تكون بيناتهم زاويه قائمه عندما يحدث الانشطار. بمعنى اخر بما ان الزاويه قائمه اذا حاصل ضروره الاتجاه يساوي صفر،
الجسيم الثاني الثالث راح تكون حسب الفرضية بأن سرعتهم متساوية. المطلوب هو حساب سرعة الجسيمات أو سرعة الجسيم الثاني والثالث، لأن الجسيم الأول هو معروف هو نصف سرعة الجسيم الابتدائية. حسب معادلة الخاصة بالقوة أو بالتعجيل لنظام متكون من أكثر من جسيم، اعتبار هذا النظام متكون من جسيمات، نجي نطبق عليه المعادلات السابقة. نظام التجسيمات، إذا عدنا الكتلة الكلية مالت هالجسيمات حاصل مجموعهم مضروب بسرعة السنتر أو مركز الكتلة، راح يساوينا الكتلة مالت نظام اعتبار الكتلة قبل الانشطار نفس الكتلة بعد الانشطار افترض، يعني ما صار في الضياع بالطاقة. لذلك فإحنا عندنا ابتدائيا الكتلة الابتدائية هنا موجودة، وعندنا السرعة راح تصير سنتر اوف ماس هو نفس سرعة الكتلة قبل الانشطار في نوت، وشو راح تساوي بهذه الحالة؟ راح تساوي سرعة الجسيم الأول أو زخم الجسيم الأول، اعتبار هنا هذه علاقة مع الزخم، هذا الزخم الكلي راح كأنما يمثل لي هنا زخم كلي، هنا زخم الجسيم الأول، وهنا زخم الجسيم الثاني، وهنا زخم الجسيم الثالث. زخم الجسيم الأول راح يمثل كتلته في سرعته، سرعة الفي وان احنا تحدثنا هو في نوت، في نوت على اثنين، لكن الكتلة ما الكتلهم كلهم مساوية حسب الفرضية. لذلك راح نحصل علاقة بأن الكتلة نحصل علاقة بأن طبعا راح نقسم المعادلة على الكتلة، راح نضرب المعادلة بثلاثة حتى لاحظ هذا اجت هنا وقسمنا الاطراف كلها على الكتلة لحذف الكتلة اعتبار كميات متساوية، راح نحصل علاقة بأن الفي نوت أو ثلاثة في نوت راح يساوينا أو وضع الفي وان اعتبار الفي وان كما لاحظ بالفرض موجودة في وان نصف سرعة ابتدائية. فحصلنا على علاقة بعد التعويض أن عندنا طبعا نقل الطرف الثالث عندنا 5 على 2 في نوت راح يساوينا في 2 زائدا في 3. طبعا هو المطلوب هو إيجاد V2 و V3. إذا ضربنا العلاقة نفسها في نفسها اعتبار هي علاقة اتجاهية وطبقنا الموضوع المتجهات، راح نلاحظ بأن V1 V2 حسب بما أنه الزاوية صفر اعتباره نفس السرعة بنفس الاتجاه ونفس نفس البارتيكل، المهم راح يصير V2 سكوير. ولكن عملية ضرب الفي 2 بالفي 3 هنا راح تصير مشكلة، اعتبار احنا عندنا فرض بالسؤال بأنه متعامدين، لذلك هذا الحد راح يساوينا صفر، هذا راح يساوينا صفر. لذلك راح نحصل بالأخير ان ال 2 للفي 2 اس 2 يعني سرعة البارتيكل الثاني راح تساوينا 25 على 2 من سرعة الجسيم قبل الانشطار. بمعنى آخر ان الـ V2 اللي هنا ايضا سيحصلنا الـ V1 حسب الفرض حسب ما فرضنا سابقا او بالسؤال راح تساوينا الـ V1 والـ V2 راح يساوينا 1.77 من الـ V نوت الابتدائية. الفكرة من السؤال، الفكرة احنا شلون راح نتعامل مع ثلاث جسيمات؟ صحيح هم قبل كانوا نفترضهم ملتصقين ولكن بعد عملية صارت عملية الانشطار شلون نقدر نتعامل وياهم نحسبهم؟ طبعا الفكره هنا استخدمنا فكره بانه الزخم، احنا عندنا زخم هم ثلاث جسيمات، عندنا زخم قبل عمليه الانشطار نفترض منهم كانوا بارتكل واحد كتلته ام، بعد الانشطار صاروا ثلاث بارتكلات كتلهم مساويه بالسؤال ولكن سرعهم مساويه، فالزخم قبل الانشطار يساوي الزخم بعد الانشطار، اعتبار ان الزخم قبل الانشطار هو البي وبعد الانشطار يصير بي 1 زائدا بي 2 زائدا بي 3. بما ان الزخم محفوظ فالمفروض حاصل جمع الزخوم الثلاثة يساوينا الزخم الابتدائي. بمعنى آخر احنا استفادينا من فكرة السنتر اوف ماس، اعتبار السنتر اوف ماس هنا قبل العملية السنتر اوف ماس هو راح يمثل حركة الجسم، يعني الجسم احنا من ساعة ذكرنا بأن الجسيمات من سلسوة نقدر إذا اعتبرنا يكون سنتر اوف ماس كأنما هم جسيم واحد، يعني بمعنى آخر مو شرط بأن الجسيمات مفصولين، ربما الجسيمات كانوا متلاصقين بمرحلة ما انفصلوا، فهم قبل التلاصق أيضا كانوا بارتكل بس
محافظين على المسافات بيناتهم او متسقين يعني وضوحهم ما متغير، يبغى كانما شوي ثلاث سهمات متسقين بقوه. فاحنا طبقنا عليهم العلاقه الزخم قبله وبعد. الفكره اصلا الفكره بانهم كنت ثلاث جزيمات سرعتهم هي سرعه السنتر مالتهم، يعني اشبه العمليه بالغيمه. الغيمه احيانا شكلها يتغير ولكن السنتر مال السنتر مالته هو المهم. يعني سرعه الغيمه ما راح نقيس سرعه الغيمه على اطراف الغيمه. الغيمه اكو سنتر هو يمثل سرعته. اشبه بنظام احصائي. الزخم الزاوي والطاقه الحركيه لنظام. طبعا الزخم الزاوي احنا نعرف انه الزخم الخطي كما سابقا بالمثال كان، الان زخم زاوي. يعني عندنا بارتكل جاي يتحرك بمسار دائري ويبعد مسافة R عن مركز الحركة، وهذا البارتكل عنده زخم خطي B يساوينا MV، لذلك راح يتولد زخم زاوي عمودي على الكروس مال الـ R والـ P. سابقا ان الزخم الزاوي لأي جسيم يعرف كعملية ضرب، وهو معروف انه يساوي R كروس الزخم اللي هو زخمنا اعتبار MV. الزخم الزاوي L طبعا حتى يميز الزخم الزاوي يعطونه دائما L يميز عن الزخم الخطي اللي هو P، راح يتعرف بطريقة بأنه راح يمثل الزخم الكلي. هنا طبعا هذا الزخم، هذا الزخم بصورة عامة. يعني الجسيم يتحرك، إذا عندنا مجموعة من الجسيمات يتحركون حركة دائرية، نفرض عندنا N من الجسيمات يتحركون حركة دائرية، الجسيم الأول إلى زخم R كروس MI، R سب I كروس MI VI، يعني المقدار يبعد به هذا الجسيم عن يبعد عن السنتر الحركة مضروب بكتلته وفي سرعته. نسوي سميشن من I سب 1 ل I N نمثل عدد كم جسيم عندنا. بمعنى آخر مو ليس بالضرورة أن كل الجسيمات جاي تتحرك بهذه الطريقة هم يمتلكون أو يبتعدون نفس المسافة عن السنتر، وهذا طبعا غير ممكن، يعني صعب أنه تكون اتحالة. لذلك بصورة عامة الزخم الكلي لهذا النظام راح يمثل الجسيم الأول اللي يبتعد مسافة R1 أو اللي يمثل نصف قطر الدائرة اللي تحدث فيها حركة للجسيم مضروب بكتلة M sub I ومضروب بسرعة هذا الجسيم. فمن نعمل سميشن راح نحصل الزخم الكلي لهذا النظام. عملية اشتقاق الزخم الزاوي باستخدام طبعا علاقات الرياضية الخاصة عندما نقوم باشتقاق متغيرين. عملية الزخم الزاوي مع الزمن راح نحصل باعتبار انه عندنا متغير R وعندنا ايضا طبعا الام كونستانت ما تشتق مع الزمن، عندنا ال V، لذلك مشتقة الاول اللي هو راح نحصلها بهذه الطريقة، ويبقى الاول مشتقة الاول في الثاني زائدا الاول في مشتقة الثاني، طبعا اشتقة السرعة حصلنا على تعجيل. الحد الاول راح يصير كأنما عندنا V مضروب V، يعني كأنما الزاوية صفر واكو كروس، والكروس نعرف انه اذا اي متجهين ضربا اذا الزاوياتهم صفر معنى واحد راح يلغي الثاني او كمركبات نتيجة تساوي صفر. بالنسبة للحد الثاني اللي هو يمثل الار المسافة بعد الجسيم اي عن المركز الحركة مضروب في زخمة، طبعا الام اي في اي اي راح يمثل زخم هذا الجسيم، وكما نلاحظه بالشكل كأنما بالضبط اذا اعتبرنا هذا الجسيم اي وهذا الزخم اي وهنا عندنا اي، طبعا هنا الزخم، هنا قصدنا الزخم فوق دوت اعتبار هذا الزخم متغير مع الزمن. بمعنى اخر الام اي هي القوه، كأنما عندنا الار كروس القوه. لذلك العلاقة السابقة اللي أخذناها اللي تحدثنا عنها اللي تمثل المؤثرات على جسيم اي، الحد الأول تبرنا إذا قوة خارجية مثل مجال كهربائي أو عفوا مجال جذبي اعتبار اللي قاعد نتحدث عن موضوع الجذب، أو يعني كمثال سابق طلع موضوع الجذب. وهنا أيضا الحد الثاني مثل السميشن التأثير بين الجسيمات، راح نحصل بأنه علاقة مثلنا القوة الكلية، وراح نلاحظ بأنه راح نسمي ام اي
اي اي، اعتبار احنا لازلنا نتحدث عن جزء ام اي والتاثيرات اللي تحصل عليها وتعجيله. الحال الان بان الار كما نلاحظ الار كما ينزل هنا الان اي سب اي راح نعوض عليه بهاي العلاقه، ان هذه العلاقه تجيب لنا برنامج متساويين تصير هنا بهاي الطريقه. الان عمليه كروس ار كروس الاف زائدا ار كروس تدخل داخل السميشن، وايضا هنا لاحظ اكو سميشن خارجي لا ننسى. فالعمليه صارت عندنا حد الاول سميشن واحد والحد الثاني سميشن اثنين، اعتبار احنا قاعد نحسب التوتال الكلي، يعني ناخذ بالاعتبار هنا التاثيرات السهم الاول والسهم الثاني، السهم الثاني والسهم الاول، وجميع التاثيرات فيما بيناتهم. المثل الحد هنا اف اي كما تحدثنا سابقا راح يمثل القوى الخارجيه التي تؤثر على البارتكل اي، بينما هنا ايش راح يمثل؟ يمثل القوه الداخليه اللي ربما توجد بين الجسيمات، بين جسيم اي والجسيم جي. السميشن الثاني اللي هو دبل سميشن راح يتكون من حد، او نحوله بمعنى اخر الى حدين، راح نحوله الى حد ار سب اي اف جي وحد اخر. ليش؟ لان يعني اعتبار هذا السميشن من تجرى عمليه حسابات هذا السميشن، كمثال اول شيء الاي راح يصير واحد، الجاي راح ياخذ قيم 1 2 3 4 5 6 وصل الى ان. طبعا اول حد راح يصير صفر، اذا اخذ اي واحد صار يصير كانما واحد واحد والجسيم ما ينفع نفسه بهذه الطريقه راح يتكنسل صفر. بصوره عامه عندما ناخذ لنا واحد فالجسيم الثاني ياخذ 1 2 3 4 بعدين الاي من راح ياخذ 2، فعشان ياخذ النوب واحد يعني يصير 2 1 بالاول شيء راح يصير 1 2 عندنا مرتبه حتى نوضح الفكره، وبعدين يصير عندنا يصير هذا 2 يصير 2 1 فيصير كانما كل مركبه عندنا مرتين، لذلك كانما عندنا اي مضروب مره بهاي الطريقه وبعدين راح يجي قيمه اخرى جاي مضروبه بهاي الطريقه، كانما يتبادلون. يعني بمعنى اخر الاي هنا اذا صارت 2 تاخذ 2 والاي يرجع ياخذ 1 ياخذ 1 ايش راح يصير عندنا؟ هنا يصير عندنا 2 وهنا يصير عندنا 2 1 كانما الجي صارت مكي، كانما انا عندي حدي هنا. الغرض من هاي العمليه احنا نجري عمليه تحليل اللي هو اسمه ميكانيك تحليلي، احنا جاي نسوي عمليه تحليل للحاله الموجوده، للحاله الموجوده حتى نقدر نفرق نميز القوى الموجوده ونفصلها شيء على الاخر ونعرف يا قوى تساوي صفر ويا قوى لها تاثير. لذلك العمليه شنو راح تصير؟ العمليه راح نغير تغيير بسيط، احنا عندنا الحد اذا عندنا بارتكل ام سب اي وعندنا اخر ام سب جي، فاعتيادي الام اي الام اي الام سب جي الى مسافه يبتعد عن الاورجن ار سب جي والام اي ار سب اي من الاورجن، لكن المسافه بيناتهم هي ار اي جي. لذلك راح نسوي عمليه بسيطه وهي عمليه نحاول نعوض عن اي سب جي حتى نوحد المعادله. طبعا الحد الاول ايضا اذا غيرنا واحد مكان الجي لا ننسى كما سابقا انه راح يصير الاشاره لازم تتغير اعتبار هذا اتجاه القوه يختلف، اذا صار باتجاه المعاكس اذا اتجاه القوه لا ننسى بالسالب لان هذه قوه اتجاهيه. لذلك العمليه ايش راح نسوي الان؟ ان الاي سب جي راح نعوض عنه بطريقه اخرى اعتبار من المعادله اللي نستخدم هاي المعادله مجرد ننقل الطرف الثاني، يعني الار سب جي راح يصير ار سب اي جي زائدا ار سب اي. اذا بالتعويض نرفع الار سب جي ونصير مكانه ار سب اي جي زائد ار سب اي، وبعدين نجري عمليه الضرب الاتجاهي بيناتهم يعني نفتح الاقواس راح نحصل الحدود كما نلاحظها. الحد الاول والثاني الاخير راح ينحذف اعتبار المساويات، يبقى عندنا حد واحد هنا هو راح يعوض بالمعادله راح تاخذ العلاقه شكل كما نلاحظ. طبعا هنا ظهر عندنا سالب ورا ما عوضنا بعد عمليه التعويض ظهر عندنا حد السالب. نقطه مهمه جدا هنا القوة الاف اي سب جي معناها القوة بين البارتكلين بهالاتجاه، هاي الاتجاه هاي القوة لو منها لو منها
راح ينضرب كروس الى المسافة ايضا بهالاتجاه، المسافة اللي راح يحصل منها لو وصل بهالاتجاه، يعني بسرعة ما القوة والمسافة الزاوية بيناتهم صفر، فاذا نسوي كروس يعني النتيجة مالتهم صفر، اذا هذا الحد راح يختفي. بالنتيجة تغير الزخم مع الزمن راح ياخذ الشكل النهائي تقريبا، انه يعتمد انه البارتكل صب هاي كروس ويا القوة المؤثرة عليه. اذا اعتبرنا مجموع هذه القوى ناتج السوميشن هو ان كابيتال، يمثل مجموع او محصله القوى، لذلك فان الزخم الكلي مع الزمن تغيره راح يمثلنا بان، مع ان ان هو محصله القوى المؤثره على الجسيمات. بمعنى اخر بان تغير الزخم مع الزمن هو يمثل او يساوي المجموع الكلي للقوى الخارجيه التي مسلطه على الجسم، اعتبار راح يمثل لنا السوميشن، الان راح يمثل لنا السوميشن، نستعيد السوميشن، ولا يعتمد على القوى اللي تحدث ربما بين الجسيمات. اذا افترضنا ان يوجد نظام معزول، نقصد بنظام معزول ماكو قوى خارجيه مسيطره على هذا النظام، لا يوجد مجال كهربائي، مساحة اخذنا نظام حالة بانه يوجد مجال كهربائي، عفوا مجال جذبي، اسهل مجال جذبي، الان ما لا يوجد يونيفورم جرافيتس فيلد، مجال جذبي منتظم بسرعة عامة، جسيم معزول بعيد عن اي مجال خارجي، الاكسترنال صفر، لذلك الان لاحظ انه الان طلعنا صفر. بمعنى اخر نستنتج بان الزخم الزاوي سيبقى ثابت لانه لا يتغير مع الزمن، الكمية التي لا تتغير مع الزمن تعتبر كونستانت، لذلك انه لا يستطيع لا يوجد تغيير بل بالماجنتيود مالت الزخم ولا بالاتجاه، لذلك بنا صفر. بمعنى اخر بان الزخم سيكون كونستانت، اذا اصبح الزخم كونستانت كما لاحظ بالمعادله فان مبدا الطاقه يكون واضح، من مبدا الطاقه بانه لا لازم يكون الزخم الزخم محفوظ بهاي الطريقه، عندنا عندنا حاله كونستانت بان الزخم صار محفوظ بهذا النظام. وهي حالة عامة لوجود جسم في قوة مركزية تحت تأثير قوة مركزية، بمعنى آخر حركة القمر حول المدار مالتها هذه قوة مركزية، لذلك الزخم يبقى ثابت ما راح يتغير، حركة تحت قوة مركزية بصورة عامة ما يحدث معها تغير، يعني كأنما تطي الزخم يصير ثابت. بمعنى آخر احنا إذا عندنا زخم يتغير مع الزمن أكو قوة، ولكن حالة إذا كان الزخم إذا كانت الزخم لا يتغير مع الزمن، إذن هي حالة جدا بسيطة، إنه حالة بأنه جسيم جاي يتحرك في مدار دائري كون ثابت، قطر ثابت غير متغير حول محور، وعندنا زخم زاوي. لو نمثل عملية أشبه بحركة الإلكترون حول النواة في مدار دائري، الزخم الزاوي لنظام معزول هو ايضا كونستانت في حاله ايضا حركه الشحنه ضمن زخم زاوي لمجال او الكترومغناطيك فيلد، مجال كهرو مغناطيسي. بعض الاحيان من الملائم انه نعطي تعبير الزخم الزاوي اعتمادا على حركه السنتر اوف ماس، مركز الكتله. نلاحظ احنا عندنا بارتكل ام اي والاوريجن 0.0 يبعد مسافه ار سب اي، اذا اعتبرنا مركز الكتله للنظام بصوره عامه متكون من ان من الجسيمات يبعد عن الاوريجن ار سب سي ام مركز الكتله، وهذا البارتكل اول طبعا مجموعه البارتكلات، لذلك فان الار سب اي اللي موجوده هنا بالمعادله كما لاحظها سابقا هاي المعادله حصلناها ممكن نعوض عنه ب R sub C زائدا R sub I داش. بمعنى اخر ال R هنا راح نعوض عنها بالمتجه الحاصل جمع الاول زائد المتجه الثاني. المتجه الاول هو يمثل
بعد السنتر مات السنتر مركز الكتله عن الاوريجن، والاخر هو يمثل البعد البارتكل عن السنتر اوف ماس مو على الاوريجن. يعني احنا نلغي موضوع الار سب اي اللي هو بعد الجسيم على الاوريجن. كذلك السرعه بهذه الطريقه ايضا السرعه راح نبدا يعني نسوي عمليه تشينج، بدل ما سرعه الجسيم في سب اي راح نتحدث عن من؟ عن السرعه بدلاله السنتر، السنتر اوف ماس. فلذلك المعادله كما لاحظ راح تصير عمليه تعويض بسيط بان الار سب اي راح يتحل بمكانه حسب الفرض الار سب سي ام زائد ار سب اي داش. عمليه التعويض طبعا احنا عندنا قوسين بيناتهم كروس، فلازم نجري عمليه الضرب الضرب الاتجاهي بيناتهم، راح نحصل اربع حدود. مجرد عمليه ترتيب على اعتبار الحد الاول الاي هنا السميشن للاي والار سب سي لا تاثر ما ليست متغير للاي، يعني ما ليس لها علاقه بعدد الجسيمات، مجرد علاقه الار سب الار سب سي ام والفي سب سي ام لها علاقه بالسنتر مات الكتله، سنتر اوف سيستم مركز الكتله. فلذلك مجرد السميشن راح يشمل فقط الكتله. الحد الثالث، الحد الثالث راح نلاحظ بانه راح يمثل الكتله الاولى كتله الجسيم الاي مضروب ببعد الجسيم عن السنتر وليس عن الاوريجن. اذا اعتبرنا الار سب اي هو ايضا نعوض تعويض عكسي بهالحاله، نعتبر ان الار سب اي مثل ار سب اي ناقص سنتر اوف ماس. اذا قمنا بهاي العمليه طبعا راح نحصل حاله بان السميشن الام ار ال ار السميشن خاص به هنا، اما عندما يدخل الام السميشن على الار بما ان الار ما خاضع اذا راح السميشن على الكتله فراح الكتله الكليه كانما الكتله الكليه مات السيستم في السنتر في السنتر مسافه السنتر مات الكتله عن الاوريجن. هذا حد، الحد اللي هنا موجود. وعندنا ايضا شنو راح يمثل سميشن جميع الكتل مضروب ببعدها عن السنتر، هاي الرقمين راح يكون مساويين حتى انه صفر. اذا هذا الحد راح يختفي. كذلك الحد الثاني ايضا يتحدث عن السرعه على اعتبار ان السرعه اذا عوضنا عنها تعويض عكسي قلنا ان ال في سب اي داش هو في اي ناقص ام، نفس الطريقه راح نحسسها صفر. اذا المعادله الان هتبقى بها حدين خاصات راح توصف لنا فقط الحد راح يمثلنا فقط الموقع وسرعه السنتر اوف ماس نسبه الى السنتر اوف ماس راح يطلع لنا زيرو. يعني الحدين اختفن، حد يختفن كانما سرعه السنتر صفر حد ذاته وسرعته صفر، السرعه بالنسبه الى صفر والموقع بالنسبه الى صفر. طبعا هو موقع افتراضي. بعض الحالات او دائما ببعض الافلام الاكشن من يصير اكو فد موضوع عند السرب دائما يطرقوا الى موضوع بانه يقوم اشياء عمليه تفجير بالسنتر اوف ماس فد نظام معين، يعني نظام معين دائما يبحثون على السنتر اوف ماس او ثقل المال السيستم الموجود امامهم ويضربونه، يعني يعتبرون ان هاي النقطه الفعاله اذا اضربها هي القوه الاماميه تتلاشى. السؤال اذا من نحسب السنتر اوف ماس مو شرط بان السنتر راح يصير بنقطه هي بها كتله، ربما الجسيمات هم متباعدين والسنتر واسم منطقه صاير بها فراغ معين بالنص. فالمهم احنا ورا بعد انه انحذف عندنا حدين، لاحظ الحد المتبقيات امامنا. الحد الاول راح يوصف لي حركه جسيم حول مدار زاوي، والحد الاخر راح يمثل لي حركه السبن. لو لاحظ ملاحظه هنا، لاحظ ملاحظه كانما الجسيم يبعد مسافه ار حول السنتر مالته، كانما هذا الار سب اي وجسيم جاي يتحرك بسرعه معينه في اي
يعني بمعنى اخر بان احنا جاي نتحدث بان الجزء البارتكلات جاي يتحركون حركه حول السنتر اوف ماس مالتهم. تبار هذا الار مساحه شنو تكلمنا الار شنو الار؟ الار يمثل البارتكل بعده على السنتر اوف ماس مالته مضروب بكتلته وفي سرعته في السرعه مالته نسبه للسنتر اوف ماس مالته. كانما هذا الحركه الجزء الحد الثاني جاي يوصل الجسيمايز يتحرك على المحور الكتله مالته، بينما الحد الثاني جاي يوصف انه السيستم كله جاي يتحرك كانما الجسم جاي اعتبار السي ام ام هي السنتر بعد السنتر او الكتله عن الاوريجن، فهذا الجسم اللي سنتر جاي يتحرك كله حول الاوريجن، فيصير اكو حركه سبين ومدار. اشبه احيانا نتحدث بالفيزياء الذريه ونتحدث عن الكترون ونفرض بان اكو عندنا حركه مداريه وحركه برم للالكترون، يعني حركتين ازدواج بين الحركتين. بمعنى ادق من راح يمثل حركه نظام مداري، حركه مداريه للسنتر مالت الكتله، السنتر مالت الكتله هو جاي يتحرك بحركه مداريه كما لاحظ. وعندنا ايضا حركه برم، حركه برميه، يعني انه السنتر جاي يتحرك حول نفسه. وشكرا.